خلي حد التعرض شوية وشوية شركة يمين شوية يا جدعان بس عشان هنقع كاميراتها مع بعض. فدايما المعارض هدفها زيادة التصوير واللقاء ما بين الشركات المختلفة عشان نقدر نزود صادراتنا من المنتجات الزراعية. هنا في شفنا ستاند للصين لفرنسا لهولندا للسعودية لافريقيا لدول اندونيسيا دول عديدة. فده بيكون منطقة تسويقي هام جدا لواحد من القطاعات اللي احنا مهتمين بيها. ممكن تكون فرصة لعقد المزيد من الصفقات. ممكن فرصة لعقد المزيد من الصفقات مع هو ده الهدف. هو ده الهدف يعني الهدف منه ما هوش بيع للمستهلك اكثر من احنا بنجلب مع معرض مشتريين من دول عديده. فتبقى فرصه بالنسبه لهم يشوفوا المنتجات ويشوفوا اسعارها. وطبعا اسعارنا الهدف فيها حسنت جدا بعد المصري بقى اسعارنا اكثر من المنافسه. فالمعرض بيخلق فرص تصويريه كبيره جدا لكل الشركات المصريه اللي هم واضحة حتى يمكن الناس تتحرك. وبشكركم دايما على